أهلا بكم إلى نشرة مفصلة من الأخبار، والبداية مع العناوين. جرحى بتجدد التظاهرات في ذي قار، ورئيس الحكومة العراقية والوزراء يكتبون نصوص استقالاتهم في جلسة طارئة للحكومة عقدت استثنائيا اليوم. الجيش السوري يحبط هجمات جديدة للمجموعات المسلحة على مواقعه في ريف إدلب الجنوبي الشرقي. تعليق إضراب محطات الوقود في لبنان، ووزارة الطاقة ماضية في كسر احتكار استيراد المحروقات. القيادي في حماس خليل الحية للميادين: المقاومة جاهزة للرد على أي عدوان إسرائيلي، وحكومة الاحتلال غير جادة في التفاوض على تبادل الأسرى. وفي النشرة أيضا: دراسة جديدة تظهر تعلق ربع الجيل الجديد بالهواتف الذكية وصولا إلى إدمانها. نستهل النشرة من العراق والتطورات التي يشهدها. للمزيد من التفاصيل ننتقل مباشرة إلى مفادنا إلى هناك، زميل عبد الرحمن عز الدين. إليك عبد الرحمن. شكرا لك محمد. أهلا بكم مشاهدين الأعزاء إلى هذه النافذة المباشرة من العاصمة العراقية بغداد. جرح عدد من المتظاهرين في ذي قار وسط توتر الأجواء في محيط مقر قيادة الشرطة في الناصرية، كما تحدثت معلومات عن إصابة قائد في الشرطة. هذا وعمدت القوات العراقية إلى تأمين محيط سجن الحوت الذي يضم سجناء من داعش والقاعدة بالكامل، فيما تصاعدت دعوات من ناشطين وأطباء ونقابات في ذي قار للحفاظ على الأمن وعدم الاحتكاك بالقوات الأمنية. هذا ودعا مجلس القضاء الأعلى المصابين وذوي الشهداء إلى مراجعة الهيئات التحقيقية في ذي قار والنجف لتسجيل إفاداتهم بخصوص الجرائم التي ارتكبت في حقهم، مؤكدا أن المعتدين على المتظاهرين السلميين سوف يعاقبون بأشد العقوبات. للمزيد من التفاصيل مشاهدينا حول آخر تطورات الميدانية فيما يخص الاحتجاجات والتظاهرات المطلبية في العراق، ينضم إلينا من العاصمة العراقية بغداد مدير مكتب الميادين عبدالله بدران. أهلا بك عبدالله. إذا نبدأ في هذه التطورات خاصة في مناطق الجنوبية فيما يخص النجف وتحديدا أيضا ذي قار، كيف يبدو المشهد هناك؟ إلى أين يتجه؟ وماذا أيضا عن العاصمة العراقية بغداد؟ هي بغداد هي ربما عند منطقة شارع الرشيد وتحديدا عند جسر الأحرار وساحة الوثبة، وبالتالي هناك انتشار أمني من قبل الأمن العراقي يطلب من المتظاهرين عدم الاحتكاك ومحاولة عزل أي طرف يحاول أن يسحب المتظاهرين والأمن العراقي للاحتكاك. لكن التطورات الأهم والأكثر تعقيدا عبد الرحمن في محافظة ذي قار، وربما الأمر أبعد من احتكاك بين المتظاهرين وأمن عراقي أو استقالات تقدمها الإدارة المحلية. ما يحصل في محافظة ذي قار أن هذه المحافظة ربما حتى هذه اللحظة عبد الرحمن هي الأكثر عددا في سقوط الضحايا جراء التظاهرات التي عاشتها منذ الأول من تشرين الأول الماضي. خلال هذه الأيام هناك احتكاك مع الأمن العراقي، تقدم على إثره قائد شرطة المحافظة محمد القريشي باستقالته، التقى بشيوخ العشائر أمامهم، وجه أمرا بعدم استخدام السلاح. هناك تأكيدات من أكثر من طرف على أن طرفا ثالثا دخل على خط الأزمة يحاول أن يدفع الأمور للاشتباك بين المتظاهرين والأمن العراقي، بدلالة أن هناك إصرار على دخول المحافظة من متضامنين من أبناء عشائر البصرة ومن أبناء عشائر المثنى إلى داخل المحافظة. ويعتقد منسقو تظاهرات محافظة ذي قار أن هناك طرفا سياسيا يقولون هم حسب تقديرهم أنهم يتبعون المرجع الديني الصرخي، وكذلك طبعا المرجع الصرخي لديه كانت إشكالات أمنية مع الدولة العراقية في العام 2008 في محافظات وسط وجنوب العراق في تلك المنطقة، وهناك أتباعه يكثرون في محافظتي المثنى والديوانية، وبالتالي هناك تخوف من دخول هذه الأطراف التي تحمل السلاح وتقود لاحتكاك واشتباك وبالتالي دم
المزيد من الدم في محافظة ذي قار. في الأثناء في هذه الأثناء عبد الرحمن، الأمن العراقي منع قافلة في منطقة الجبايش في محافظة ذي قار من أن تدخل إلى المحافظة، والتي طبعا تحمل دعما وأدوية ومتضامنين للتبرع بالدم، على اعتبار أن الموقف الرسمي أن هناك اكتفاء بداخل مستشفيات المحافظة من مخزون الدم ولا حاجة لأي دعم يقدم في الأثناء، لأن المشهد متوتر في منطقة الشامية. منسقو التظاهرات يطلبون من أبنائهم وكذلك من حلفائهم والمتضامنين في الأثناء عدم الوصول إلى مقر قيادة الشرطة. نسمع في الأثناء رصاص حي عبد الرحمن، وهو طبعا في منطقة شارع الرشيد في محيط مبنى البنك المركزي، والذي يشهد احتكاكا منذ صباح هذا اليوم، وإن كان الوضع هادئا ولم يستخدم فيه حتى لا القنابل الصوتية ولا الدخانية، لكن هناك رصاص حي، والمرجح طبعا أنه في الهواء لتفريق جموع المتظاهرين الذين يحاولون عبور الحاجز الإسمنتي الذي وضعه الأمن العراقي في محيط هذه المنطقة ما بعد ساحة الوثبة، لمنع المتظاهرين من وصول إلى البنك المركزي ومصرف الرافدين أو الاحتكاك بالأمن العراقي أو استخدام قنابل المولوتوف في تلك المنطقة، التي شهدت حتى الآن خسائر كبيرة بفعل الحرق الذي طاول عدد من المباني التجارية ومن المخازن. بالعودة إلى محافظة ذي قار، هناك توتر بالفعل، التوتر هو في محيط قيادة مبنى قيادة الشرطة. هناك متظاهرون يصرون على اقتحام المبنى برغم الدعوات الكثيرة من العشائر وكذلك من منسقي هذه التظاهرات بضرورة الامتناع عن الحرق والاقتحام والاكتفاء بالاعتصام في ساحة الحبوبي أو في مركز الناصرية دون أن تكون هناك مشاهد لعمليات حرق كما كان واضحا خلال الفترة الماضية. ستبقى معنا زميل عبد الله بدران لنعود إليك أيضا ونسألك عن آخر تطورات فيما يخص الحراك السياسي في ظل تقديم رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي طلب استقالته والجلسة الطارئة التي عقدتها أيضا الحكومة، ولكن نكمل الآن مشاهدينا في سياق الأخبار في هذه النافذة، حيث يعني كتب رئيس الحكومة العراقية والوزراء نص استقالاتهم في جلسة طارئة للحكومة عقدت استثنائيا اليوم وفق ما أفاد مراسل الميادين. وأكد عبد المهدي خلال الجلسة على مبدأ التداول السلمي للسلطة في النظام الديمقراطي، مشيرا إلى أن تحقيق مصالح الشعب هدف يهون أمامه كل شيء، وأن الحكومة بذلت كل ما في وسعها للاستجابة لمطالب المتظاهرين. كما دعا عبد المهدي مجلس النواب إلى إيجاد الحلول المناسبة في جلسته المقبلة، وأعضاء الحكومة إلى مواصلة عملهم إلى حين تأليف الحكومة الجديدة. في الأثناء، كشف المتحدث باسم رئيس الحكومة العراقية سعد الحديثي عن صدور أوامر جديدة بحق مسؤولين كبار بتهم تتعلق بشبهات فساد. وأكد الحديثي أن أوامر صدرت بالاستدعاء والحجز والقبض، وأنه صدرت أيضا أحكام بالسجن على كبار المسؤولين بمستوى وزراء ومحافظين وأعضاء في مجلس النواب وأعضاء مجالس محافظات. أكدت هيئة الحشد الشعبي أنها حتى اللحظة لم تشارك في أي عملية أمنية ميدانية لحماية المتظاهرين أو التصدي لأعمال العنف داخل المدن، لافتة إلى أن ما صرح به بعض المسؤولين في محافظة النجف عن أن الضحايا الذين سقطوا في الأحداث الأخيرة بسبب تصدي سرايا عاشوراء لهم أمر عار من الصحة وتهرب واضح من المسؤولية. الهيئة في بيانها دعت المسؤولين السياسيين إلى تحمل مسؤولياتهم وتجنب زج المؤسسات الأمنية في اتهامات باطلة تبثها وسائل إعلامية معروفة بعدائها للشعب العراقي وتعمل على زرع الفتنة. نعود مشاهدينا للزميل عبد الله بدران لنساله ايضا عبد الله عن الحراك السياسي، خاصه جلسه الحكومه الطارئه التي عقدت، اجواء هذه الجلسه ما نتج عنها، وماذا ايضا عن اخر تطورات فيما يخص تقديم رئيس الحكومه العراقيه عادل عبد المهدي طلب الاستقاله الى البرلمان. نعم عبد الرحمن، قبل الاجابه على السؤال، ورد قبل قليل ان هناك تقريرا يحمل تقدير استخباري في اعلى مؤسسه استخباريه عراقيه يفيد من أن هناك استعداد لإدارة، تقول المصادر الاستخبارية والعسكرية العراقية، أن العدو يحاول أن يستثمر وأن يقود المرحلة المقبلة باستغلال هذه التظاهرات تحديدا ضمن الفصل أو الملف المتعلق بتطورات محافظة ذي قار. هذا ضمن توجيه وصل قبل قليل إلى عدد من الأجهزة الاستخبارية وهو صادر من رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية العراقية. بالعودة إلى السؤال عبد الله، هنا قبل أن تعود للسؤال، هذا يذكر أيضا بما قالته المرجعية بأن هناك حذرت من أن أعداء العراق يحاولون
يحاولون أخذه إلى اقتتال داخلي ربما. نعم، المرجعية تتحدث بالنصح والإرشاد عبد الرحمن، وجهاز الاستخبارات تتحدث ربما بناء على معلومات، وكدور من أدواره الرئيسة هو البناء على عمليات الإحباط الاستباقية بناء على معلومات استخبارية وأمنية، وأغلب القوى السياسية تشاركت في هذه النقطة، التخوف من الاستثمار على اعتبار أن القيادة في تظاهرات مفقودة، لا رأس لهذه التظاهرات ولا كبيرة في هذه التنسيقيات، ولا قيادة واضحة ولا مطالب محددة حتى هذه اللحظة، وليس أكيدا ما هي المطالب التي سيكتفي عندها المتظاهرون من الاعتصام في الشوارع، وبالتالي هناك تخوف من عمليات الاستثمار أو ما يعرف بالطرف الثالث الذي يعني تشتري قوى سياسية عراقية على أنه يستثمر في هذه التظاهرات. نعم عبد الرحمن، بالفعل هي كانت جلسة طارئة، بالعودة لسؤالك، هي جلسة طارئة عقدت برئاسة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، وتم فيها قبول استقالة الأمين العام لمجلس الوزراء وكذلك مدير مكتب رئيس الوزراء حميد الغزي وأبو جهاد الهاشمي، وبعد ذلك تم تهيئة نصوص استقالات رئيس الوزراء وكذلك أعضاء الحكومة، من المتوقع أن ترفع في جلسة مجلس النواب يوم غد هذه المطالب، لكن حتى هذه اللحظة لم يحدد مجلس النواب العراقي ضمن برنامج جلسته اليوم غد أن يناقش هذه الاستقالة، ربما بانتظار الاتصالات السياسية التي يجريها رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي مع الرئاسات العراقية وكذلك مع القوى السياسية الفاعلة، لكن هناك جلسة في يوم غد تناقش قانون الانتخابات وتناقش ملف مفوضية الانتخابات، يتوقع يضاف بند استقالة الحكومة، لكن هناك اتصالات سياسية في الأثناء بين مختلف القوى السياسية العراقية لوضع صورة ولو متفق عليها بين هذه القوى عن مرحلة ما بعد هذه الاستقالة. شكرا جزيلا لك مدير مكتب الميادين في العاصمة العراقية بغداد عبد الله بدران على كل هذه المعلومات والتفاصيل. إلى هنا مشاهدينا نصل ختام هذه النافذة المباشرة من العاصمة العراقية بغداد، الموعد يتجدد عند 6 بتوقيت القدس الشريف، 7 مساء بتوقيت بغداد، وبرنامج من العراق. أما الآن فالعودة إياكم إلى استديوهات الميادين والزميل محمد جرادي. إليك محمد. شكرا لك عبد الرحمن. تصدى الجيش السوري لهجوم جديد شنه تنظيم جبهة النصرة وأجناد القوقاز على مواقع في ريف إدلب الجنوبي الشرقي. وحدات الجيش السوري كانت أحبطت هجوما للنصرة على محور بلدة إعجاز في ريف إدلب الشرقي، وذكرت وكالة سانا أن اشتباكات عنيفة دارت بين الجيش وإرهابيي النصرة والمجموعات التابعة لهم التي استخدمت دبابات وعربات ثقيلة خلال الهجوم. ومعنا من العاصمة السورية دمشق مديرة مكتب الميادين ديما نصيف، مرحبا بك ديما. إذن إضافة إلى المعطيات الميدانية، ما هي خصوصية هذه المنطقة التي تتركز فيها هجمات النصرة والمجموعات المسلحة معها؟ يعني في الحقيقة عبد الرحمن، هذه عفوا محمد، هذه المرة الأولى التي تهاجم مجموعات النصرة وأجناد القوقاز هذا المحور تحديدا. هذا المحور سيطر عليه الجيش السوري منذ قرابة 2 تقريبا، وهو تحت سيطرة القوات التي يعني تقوم بحماية هذا المحور عندما وصل الجيش السوري تقريبا إلى أو وصل إلى مطار أبو الظهور، وبات على مشارف بلدة سراقب، وكان يفترض ان يعني ان يكون هناك استكمال العمليه العسكريه منذ ذلك الزمن، ولكن طبعا يعني تغيرت المعطيات على الارض. ربما هذا الهجوم اليوم هو محاوله للتخفيف عن الجبهه الجنوبيه لادلب، حيث استخدم الجيش السوري يوم امس او قبل ايام تعزيزات عسكريه لاستئناف العمليه العسكريه كما يبدو في هذا المحور، المحور الجنوبي والجنوب الشرقي لادلب، لذلك حاولت ان تستبق هذا الامر المجموعات المسلحه وخاصه النصره واجناد القوقاز من أجل تنفيذ هذا الهجوم الذي قامت به اليوم. وتمكن طبعا الجيش السوري بطبيعة الأحوال من صده ومن استيعاب هذا الهجوم، ولم تتغير خارطة السيطرة لصالح المجموعات المسلحة أو المهاجمة. وطبعا يعني كانت هذا المحور كان يتلقى من حين إلى آخر قصف من قبل هذه المجموعات في محاولة لإرغام قوات الجيش السوري التي تتمركز هناك أو ترابط هناك من أجل
أجل الانسحاب إلى مسافات يعني أبعد، ولكنها لم تستطع أن تحقق هذا الأمر، لذلك قامت بهذا الهجوم اليوم. وليس هناك من أي تفسير سوى محاولة الضغط وإشغال الجيش السوري في جبهة جديدة، لأنه هناك حشود على الجبهة الجنوبية توشي بأن هناك قرب لاستكمال العمل العسكري على هذا المحور، فحاولت النصرة وأجناد القوقاز أن يقوموا بهذا العمل اليوم. طبعا لم يتغير شيء من خارطة السيطرة كما تحدثنا، هناك أيضا اشتباكات لا تزال دائرة حتى اللحظة كما علمنا بين المجموعات المهاجمة وبين قوات الجيش السوري التي ترابط في تلك المنطقة. ربما يكون هناك تعزيزات أخرى يعني تدعيم هذا المحور وهذه الجبهة كي لا تتمكن هذه المجموعات من استخدام تعزيزات جديدة والمحاولة للضغط على القوات الموجودة في هذا المحور، وبالتالي تشكيل خرق جديد يعني قد يكون جبهة أخرى بالنسبة للجيش السوري الذي يعني يفترض أن يبدأ أو يستكمل العمل العسكري في المحور الجنوبي لإدلب. مديرة مكتب الميادين في دمشق ديما نصيف، شكرا جزيلا لك. انتهت الجولة الثانية من عمل اللجنة الدستورية السورية بفشل تام، حيث لم تعقد أي جلسة مشتركة بين أطراف اللجنة الثلاث. المبعوث الأممي لم يثبت موعد الجلسة المقبلة بانتظار الاتصالات مع المرجعيات. موسى عاصي. خمسة أيام تكرر خلالها المشهد ذاته، وصول الوفود الثلاثة إلى المقر الأممي في جنيف، رئيس الوفدين يجتمعان بشكل منفصل مع المبعوث الأممي جير بيترسون، والأعضاء ينتظرون داخل المقر أو خارجه لقضاء الوقت في الهواء الطلق البارد مع سيجارة وفنجان قهوة. وفي النهاية تصريحات يومية لرئيسي الوفدين لم تتغير قيد أنملة منذ اليوم الأول. المبعوث الأممي المحبط من جراء فشله في جمع الأطراف ولو لمرة واحدة في جلسة مشتركة يعول على مرجعيات الأطراف لتليين المواقف. مؤتمر أستانا سيكون له بالتأكيد انعكاسات على ما يجري هنا، وسيقدم الفريقان الحكومي والمعارض بلا شك إحاطة شاملة للأطراف في المؤتمر، وأنا سألتقي بالأطراف الثلاثة الضامنين. وفد الحكومة السورية أعرب عن استعداده للعودة قريبا إلى جنيف للعمل وفقا لبوصلة الشعب السوري. نحن جاهزين دائما لنجي نحضر جلسات ومتابعة العمل وفق بوصلة الشعب السوري، وليس وفق بوصلة دول أو كيانات أخرى. هادي البحرة رئيس وفد المعارضة دعا للتوصل إلى جدول أعمال قبل انعقاد الجولة المقبلة. القواعد الإجرائية تطالب الرئيسان المشتركان بوضع جدول أعمال قبل 72 ساعة من انعقاد الجلسة، وهذا يقتضي فعليا تفاعل إيجابي من قبل الرئيسان المشتركان والالتزام بما حددته هذه القواعد الإجرائية. أنظار الأمم المتحدة تتجه نحو مؤتمر أستانا للدول الضامنة الذي سينعقد يومي 9 و10 من كانون الأول ديسمبر المقبل. هذا المؤتمر قد يتوصل إلى تفاهمات تعيد الزخم إلى محادثات جنيف. لم يأتي المبعوث الأممي على ذكر موعد الجلسة المقبلة التي كانت مقررة أساسا في 16 من شهر كانون الأول ديسمبر المقبل، فالخلافات كبيرة جدا والتصعيد في التصريحات وصل إلى الذروة، وجير بيدرسون يحتاج إلى ضغط دولي كبير على الأطراف لاستئناف مهمته. موسى عاصي، جنيف، الميادين. عاودت محطات الوقود في لبنان عملها كالمعتاد بعد إضراب استمر يومين. الإضراب كان تسبب بتهافت المواطنين على محطات الوقود وسط امتعاض من حصر الاستيراد ببعض الشخصيات النافذة في لبنان. وفي السياق، قررت وزارة الطاقة البدء في استيراد بنزين خلال الشهر المقبل لوضع حد للاحتكار والتحكم في تلك المادة الحيوية. يذكر أن وزيرة الطاقة ندى البستاني أعلنت عن إجراء مناقصات لاستيراد الوقود، وفي المرحلة الأولى سيجري استيراد ما نسبته 10% إلى 15% من حاجة السوق اللبنانية. شرق عم تتنقطع كل جمعة، عم تعملها هالشغلة هاي كل جمعة، كل نهار جمعة عم تعملها، عم تقطع البنزين عم تخرب بيوت العالم. حتى المناقصات اللي عم تعملها هلا الوزيرة مشكورة على هذا الجهد، لأنه بالآخر يفقد الشركات المحاصصة والاحتكار بيفقدن هذه
التسلط على الناس والفقراء والناس اللي عم يعتاشوا وعم بيدوروا على لقمة عيشهم. بالأمس يعني اعتصرنا حزنا وألما على أصحاب التكاسي اللي هن وقف عملهم. هلا ممكن يقطعوا لانه بدهم يحاولوا يسكروا على الدوله انه ما تستورد هي. عم يحتكروا الوضع وهن هودي اللي عم يحتكروا الوضع هودي جماعه هن تجار. اليوم اللي عملناه لانه كان في وضع استثنائي، في وضع اقتصادي معين كلنا بنعرفه، في آلية حتى مصرف لبنان جديدة على شركات النفط، يعني طريقة فتح اعتماداتهم جديدة. نحن رفضنا أنه هالأعباء يعني يترجموا بزيادة على تسعيرة المواطن. ومعنا من بيروت الخبير في الصناعة النفطية ربيع ياغي. مرحبا بك سيد ياغي. بداية، ما هي أهمية خطوة الوزير بستاني؟ هلا لا شك أنها خطوة إيجابية إذا كان هدفها كسر الاحتكار. نعم. ولكن كسر الاحتكار لا يتم عبر مناقصة عمومية لسبب وجيه، أنه اللي راح يشتركوا بالمناقصة هن الشركات اللي عم تستورد للبنان، يعني الكارتل النفطي أو المافيا النفطية هي اللي راح تستورد وهي راح تشارك بالمناقصة. فبتكون شو عملنا نحن؟ أنه بدل ما هو الشركات هن يروحوا يفتحوا الاعتمادات من رصيدهم بالخارج الموجود خارج لبنان بالدولار، نحن جينا قلنا لهم هذا LC مفتوح والرابح راح نفتح له اعتماد بالدولار من مصرف لبنان أو من خزينة أو المنشآت النفط في طرابلس والزهراني اللي هي بالنهاية كلها أموال دولة، ونحن بنعرف وضعنا بالدولار قديش في شح بالدولار وقديش في أزمة الدولار وقديش الوضع الاقتصادي عم بينهار بسبب الدولار. فكانت يعني أنه عادة وقت دولة بدها تستورد وتكسر احتكار كارتل معين عليها أنه يكون في اتفاق مباشر دولة لدولة on CIF basis بيقولولها cost insurance freight. هيك الدولة مثل ما عمل الوزير فنيش بال2006 ولا يزال العقود سارية المفعول مع الكويت ومع الجزائر. صحيح. للمازوت للكهرباء يعني والفيول للكهرباء. هيك بنكسر الاحتكار. إنما بنعمل مناقصة، مين راح يشارك بالمناقصة؟ نهار الاثنين بنعرف نحن انه الشركات البترولية اللي بتستورد البنزين والمازوت للبنان هي اللي راح تشارك وهي راح يكون في الديل بيناتهم وشركة منهم بتربح او اثنين. فبالتالي يعني نحن شو بنكون وفرنا عليهم على فتح الاعتماد. نعم. ما ندفع للدولة لوقت بيكون عادة دولة لدولة الدفع بيتم بعد 180 يوم، يعني الدفع بيكون مريح، ما في ثقل لا على الخزينة ولا على الدولة. بتكون الدولة باعت المشتقات واستردت حقها وسيلتها وبتقدر براحتها تدفع ثمنها للدولة الأخرى اللي متفق معها أو لكبريات الشركات العالمية مثل توتال. نعم. توتال يعني مثلا شركة توتال هاي بلبنان بتجيب بنزين من توتال الأم، توتال الأم بتحاسبها سنوية، نحن خلينا نقول كل 6 أشهر بيحاسبونا، بينما المناقصة والشركات اللي راح يشاركوا فيها والرابح بغض النظر مين هو راح يعني يدفعنا ثمن البضاعة قبل ما السفينة راح توقف برا وبيقولوا الاعتماد ما انفتح، يعني انه يعني كاش اند كاري، يعني راح يدفعونا الفيات بالدولار ونحن اللي عم تدفعها، يعني الدولة راح تدفعها والدولة بحاجة لكل دولار اليوم. فلذلك أنا بقول لازم يكون لكسر الاحتكار ويكون في مدروس بطريقة صحيحة من دولة لدولة، هيك بيسقط دور الوسطاء اللي هن المستوردين هودي اللي هن يعني أو مستوردين من مورد لمورد لمن هالك لمالك. صحيح سيد ياغي. طب انطلاقا مما تفضلت به مع المنتج يعني بيقولوا لها from hand to mouth، يعني صحيح. المنتج للمستهلك بتكون ساعتها الدولة جابت، هيك بتوفر
وعندها طاقة تخزينية واضحة موجودة، الوحيدة عند الدولة اللبنانية طاقة تخزين للبنزين فقط بمنشآت النفط بالزهراني، طاقة بحدود 65-70 ألف طن، هذه اللي ممكن تستورد فيها، هاي هي الحجم اللي لازم تستورد فيه. يعني ما بالطبع ما ممكن بالشهر واحد تستورد 150 ألف طن. طب انطلاقا مما تتفضل به، هل لهذا السبب الوزيرة بستاني انطلقت بخطوتها بنسبة ما تتراوح ما بين 10% و15% كخطوة أولى؟ لا، هو استهلاك لبنان السنوي بحدود 2 مليون طن من البنزين، فال 150 ألف طن يعني بشكله مصروف شهر واحد، شهر يعني عبارة أنه نحن بشكله 10% من حاجة السوق بالطبع. إلى ماذا رمت من هذه الخطوة؟ هذا السؤال هنا، إلى ماذا رمت الوزيرة بستاني من خطوتها؟ أنه الهدف منها أنا متأكد أنه كسر احتكار الكارتل أو عدم التجاوب مع شروطه اللي هي شروط آسيا. يعني بعد شوي رح يصير المواطن المستهلك، لأنه بالنهاية اللي بيدفع الثمن بكل شيء هو المستهلك. صحيح. المستهلك ما رح يقدر يدفع حق البنزين والموزوط بالدولار، فبالتالي بالليرة، وهذا هو سبب الخلاف. وهذا يعني بدهم المستوردين الحاليين أو الكارتل النفطي سميه، نعم، بدهم أنه الاعتمادات اللي عم يفتحوها يمولها مصرف لبنان بسعر صرف 1500 ليرة للدولار. طب هل من رد فعل مرتقب لشركات المستوردة والموزعة، خصوصا أنها ستكون بطبيعة الحال هي من ستنقل عبر صهاريجها، طالما أنه ليس هناك من صهاريج سوى ما تملكها هذه الشركات؟ لا، هي مظبوط بصفي، هي شركات التوزيع غير المستوردين. يعني هي في عندنا ثلاث مراحل بيستوردوا، في شركات عندنا بلبنان بتستورد بتنزل بضاعتها عندهم بصوب الدورة، يعني مثل ما بيقولوا مركز التخزين الأساسي، ومن هونيك بيجوا شركات التوزيع بالصهاريجهم بيوزعوا بيشتروا بيوزعوا للمحطات. يعني عندك المحطات فمن ثم شركات التوزيع من ثم المستورد. صحيح. هلا وقت الدولة عم تستورد، في شغلة أساسية أنه رح ينخسر عملية التحميل بمنطقة منشآت الزهراني أو مخزنات الزهراني، بيصفوا الموزعين بيروحوا بيشتروا بالليرة اللبناني من الزهراني بدل ما يروحوا على الدورة. إنما مين بده يفتح ثمن البضاعة؟ الاعتماد مين بده يفتحه؟ اللي هو هذا أساس المشكلة. رح تفتحوا وزارة الطاقة من خلال منشآت النفط طرابلس والزهراني، يعني أموال الدولة، دولارات. صحيح. الدولة اللي نحن بحاجة إلها هلأ. نعم. بدنا نحن نكسر الاحتكار فعليا، لازم يكون اتفاق دولة لدولة شبيه باللي عمله الوزير فنيش بال 2006. نعم. بالنسبة للديزل والفيول لكهرباء لبنان، وبعده لغاية اليوم مع نفس مع الجزائر ومع الكويت ساري مفعول وعم يشتغل كثير سلس ويا محلاه. الخبير في الصناعة النفطية سيد ربيع ياغي. الجزائر. نعم، كنت معنا عبر الهاتف من العاصمة اللبنانية بيروت، شكرا جزيلا لك. نبقى أيضا في بيروت، حيث تنفذ الأمهات في منطقتي الخندق الغميق والتباريز فعالية يلتقين خلالها في الشوارع التي كانت في يوم من الأيام ساحة للحرب الأهلية. الخطوة تريد منها الأمهات إيصال رسالة مفادها رفض العودة إلى مفردات الحرب الأهلية وأجوائها. وتنضم إلينا من بيروت مراسلة الميادين ملك خالد. إذا هذه خطوة ثانية بعد خطوة الأمهات في منطقة عين الرمان الشياح. ملك، لو تضعينا في أجواء الشارع لديك. مع الميادين. ملك، هل تسمعينني؟ محمد، نستمع إلى النشيد الوطني. نعم، النشيد الوطني اللبناني يتكرر في هذا اللقاء الذي هو لقاء رمزي بطبيعة الحال، لأنه يجمع بين أهالي منطقة الخندق الغميق وأهالي منطقة التباريس في شارع كان يعتبر خط تماس أساسي خلال أيام الحرب الأهلية اللبنانية. تجتمع الأمهات مجددا بعدما كنا قد اجتمعنا بشكل أساسي الأمهات، ولكن يواكبهن العديد من الرجال الأبناء الشركاء
ليقولوا أن الحرب الأهلية انتهت إلى غير رجعة. يعني الشعارات التي يرددونها، اليافطات التي يرفعونها، كلها تؤكد أن الحرب الأهلية انتهت إلى غير رجعة، وأنهم لن يسمحوا بعودة الحرب، وأنهم يريدون بشكل أساسي القول أن الحرب تنتهي بالمآسي ويبقى أن الناس يعيشون معا. وهم يريدون إيصال رسالة إلى الجيل الجديد أنه ممنوع الانزلاق إلى لغة فيها عنف وفيها تحريض وفيها أي نوع من أنواع التذكير بالحرب الأهلية اللبنانية التي عايشها جيلهم بشكل أساسي. وبالتالي الأمهات الموجودات في هذه النقطة المحورية في هذا الشارع الحيوي فعليا بين منطقتي في خط تماس كما تفضلت، رسالة وعي، رسالة وعي منهن لأن لا يخسر لبنان أي خسائر بشرية إضافية كالتي تكبدها بين عامي 75 و90. لو تسمحي لنا ملاك باستضافة الأمهات المشاركات في هذه التظاهرة، نستمع منهن إلى رأيهن. طبعا محمد، أنا أحاول أن أسمع يعني سؤالك بشكل واضح بسبب الهتافات والضجيج هنا. يعني نحن نقف في مكان بعيد قليلا كي نتمكن من السماع. يعني ما نشهده الآن بأم العين هو النساء من الجهتين يسلمن على بعضهن البعض، فضلنا السلام على أن يتحدثن إلينا. يعني حالة الأمهات هنا حالة رمزية كما أسلفنا، لأن العديد منهم فعليا يعرفون بعضهم البعض ربما بحكم الجيرة وبحكم أنهم يعيشون في أحياء وشوارع متقاربة، ولكن المشهدية أو الرمزية العالية للقاء في هذه النقطة في هذا الوقت الحساس تحديدا، في وقت يسترجع الكثيرون ذكرى الحرب الأهلية، يعني رمزية اللقاء هنا عالية جدا، خاصة أن من بعد لقاء الأسبوع الماضي في عين الرماني والشياح كان هناك ملاك يعني من نقطة وجودك. ربما تستطيعين الوصول إلى أحدى الأمهات بجانبك كي نستمع إلى آرائهم. هذه أحدى الأمهات معنا. أهلا، ماذا تفعلون هنا؟ نحن جينا لنرحب بأهلنا اللي هني يحسوا أنه هيدي البيوت اللي هون والمنطقة اللي هون هيدي مش لطائفة معينة أبدا. نحن بلد الطوائف، كل بيوتنا وكل مناطقنا لبنان للكل، وأي واحد عم يحاول يغير هيدي المفاهيم ويتدخل ليفرقنا عفوا فاشر ما حيطلع له، ما حيطلع له أبدا. الوردة البيضاء التي تقدمونها للجميع إلى ماذا ترمز الآن تحديدا؟ للسلام. نحن بلد السلام، نحن بلد السلام، فمشان هيك نحن عم نقدم لهم الوردة البيضاء. لماذا تعتقدون أنكن كأمهات قادرات على إيصال هذه الرسالة أكثر مما أوصلها الشارع مثلا؟ هلا الأم إنه بتعرف دائما مصدر الحنان، ويمكن تتصرف بعقلها وبحنانها أكثر، يمكن شاب دمه فاير، يمكن الناس عم يعتمدوا على تهيج الشباب إنه دائما بيحقنون وبينزلون. هلا الأم دائما بتوصل الصورة بطريقة أروع، أو هي المرأة بالذات يعني بتوصل الطريقة المفهوم بطريقة أروع، ويمكن لما بيشوفوا إنه عن جد نحن هيك بيصيروا هن لحالهم تلقائيا الشباب ورجال، لأنه هيدي صورة كثير مهمة. يعني الآن رأينا العديد من الشبان والشابات، تعتقدين أن الرسالة بدأت تصل؟ أكيد 100%. مجرد لكي هذا الخندق وزق البلاد صراحة معروفين، يعني يمكن في ناس بتهابهم يمكن بس بالسمع، يعني خلينا نكون صريحين، مجرد ما يجوا من غير مناطق على خندق الغمي وزق البلاد ويحسوا بهذا الأمان ويحسوا أن نحن مع شبابنا هون، فهيدي لحالة يعني. هذه ابنتك؟ هيدي بنتي. ولماذا أنت هنا؟ أنا هنا وصل رسالة لكل أنه أي تفضلي. إحنا هنا نوصل رسالة أنه ما بدنا حرب، وكلنا هون ايد واحدة. شكرا، شكرا جزيلا. اذا محمد، يعني هذا نموذج من المشاركين هنا في هذه الوقفة التي يعد المنظمون بانها ستتكرر في اكثر من منطقة، اولا لكي يعني يكون الشعار المتداول في لبنان في كل 13 نيسان هو شعار تنذكر ما تنعاد، لانهم يريدون التذكير بان الحرب لا تجلب سوى الويلات، ليس هناك اي جميل في الحرب، بالعكس هذا المشهد هو المشهد الذي يريد اللبنانيون ان يرسخ الآن. معي أيضا أحد الآباء. ماذا تفعل هنا؟ أنا جاي من الأردن. حمزة الشيخ حسامي الأردن، جاي أوجه تحية للشعب اللبناني أولا. أهلا وسهلا. وللتيار الوطني الحر وحزب الله وحركة أمل، لأنه صوت العرب في لبنان ولجميع الطوائف. هذه الوقفة لماذا تشارك بها؟ والله شفت في أمهات مظلومات هون، فحبينا نشارك إحنا وياهم ومشان صوتهم يصل، هذا حق مطلبي مشروع.
أما المطلب السياسي إسقاط الكل، الكل لا، في ناس شرفاء نرى وفي ناس غير شرفاء. فنحن نرى أن الشرفاء هون حزب الله. يعني هذه الوقفة لمنع الحرب الأهلية، لمنع ذكرها، ماذا تقول للبنانيين وللعالم الذي ينظر الآن أن لبنان في وضع توتر؟ أقول للشعب اللبناني الشقيق أن لازم يتحلى بالهدوء والصبر وإطاعة رئيس الجمهورية. إذا صار تمرد مثل اليمن أو ليبيا أو العراق، المجتمع اللبناني سوف يتفكك وتدخل في أجهزة مخابرات غربية وصهيونية وتم تدمير المجتمع اللبناني بأكمله. إذا تخشون على لبنان من مصير يخدم إسرائيل؟ طبعا، المطالب هي خدمية ومطلبية عادلة بنشجعها ونتبناها، أما تكون المطالب وراها حركات خفية وأجهزة صهيونية وراها للركوب على هذا الشارع والمواطن اللبناني البسيط، ممكن يتم تدمير لبنان عن بكرة أبيه وترجع الحرب الأهلية، لا سمح الله. الذي كأردنيين وعرب لا نريد ذلك. شكرا، شكرا جزيلا. إذن يعني هذا المواطن العربي الأردني أتى تحديدا ليقول هذه، يعني هو انتظرنا لنتحدث معه وهو يوجه رسالة إلى اللبنانيين بالابتعاد عن الفتنة والتحريض لإبقاء لبنان كما هو. فيما تستمر هذه الفعاليات، ستستمر هذه المسيرة وستدور في الشوارع هنا في هذه المنطقة، لي يعني إذا لم يكن الناس يشاركون في الشارع فهم يشاركون عن الشرفات هناك. ولو ملاكة كما نرى بعدسة الميادين في هذا الشارع تحديدا، كنيسة السريان، وإلى يسارك كنيسة لإحدى الطوائف الأرمنية الكريمة، هذه صحيح. النقطة تحديدا برمزيتها تمثل ما قصدته أمهات المنطقتين الخندق الغميق والتباريز، وطبعا التباريز ببعدها التجاري الذي لطالما منذ ما قبل الحرب الأهلية مثل نقطة التقاء لجميع أبناء المناطق المحيطة بالمنطقة التي تطلعين بها الآن. ملك خالد من التباريز في بيروت مراسلة الميادين، شكرا جزيلا لك. رأى الرئيس اللبناني الأسبق إميل لحود أن هناك الكثير من الشخصيات التي تستحق أن تكون في منصب رئاسة الحكومة، من بينها النائبان أسامة سعد وجهاد الصمد. كلام لحود جاء ضمن برنامج المشهدية على الميادين. شرط أنه يكون فعلا بده مصلحة الوطن والشعب بده هيك. هون الشعب بده يخلص من المذابين. يعني فخمت الرئيس انت اكبر غلط يرجع الحريري او اللي بسميه الحريري. فخمت الرئيس، عوض بسلامتكم تبقوا تذكروني انا قيل اياهم للمقاومه. هودي اللي عم بقول لك اياهم هلا، معناتها بده ينهوا المقاومه. ما بتمشي المقاومه في فساد بالبلد، عودة لانه لحظة. انت من عقلك هلا هو يما اللي بده يجيبه بده يوقف الفساد. جاوبيني، انت جاوبيني هالمره. لحود أكد أنه لا يمكن إسقاط العهد الحالي مستشهدا بفشل محاولة إزاحته عن منصبه عندما كان يتولى الرئاسة اللبنانية. هل سيتمكنون من إسقاط عهده كما يعني أكيد لا يشاع؟ أكيد لا. ليش؟ لا، أنا لوحدي ما كان معي الحزب ولا حدا معي. ايه؟ ما أدري إليه، وكان وقتها غكشي تهمني بقتله وأخذوا الأربع ضباط وبلشوا يحققوا معي ولادي ويفتشوا عشية تلاقوا قرش حرام. يعني لا أحد يقدر في لبنان على إسقاط رئاسة. لا يمكن. بس ياخد قرار خلاص، مين بيسترجي بقى؟ لحود أكد أنه في ظل وجود حزب الله لن يتجه لبنان إلى أي فوضى أو حرب أهلية. في حرب بلبنان؟ حرب أهلية؟ أكيد لا. وليش؟ أنا ليش ملقط بالمقاومة؟ نحن خلقنا الفكرة تبع المقاومة لسبب إسرائيل بتفكر 10 مرات. بفهم قبل مشوا كلهم ضد على أساس أنه مش ممكن نقدر على إسرائيل، بس هلأ كمان بدي ياخدوا سلاح المقاومين. عم بيطلب حرير وجر. طيب هودي اللي عم بيطلبوا يقيموا سلاح المقاومة ما بيعرفوا أنه لو ما كان هلأ حزب الله موجود هون كانت إسرائيل قاعدة ببيروت مثل سنة 82. بيعرفوها، بس بعلموا اللي بيعطيه الكونتراتات وبياخد كذا. سمع قصص كتير يعني ما في حرب، ما في فوضى. فخامة الرئيس أكيد لا، ما زال في حزب الله. أوكي، شكرا. بس إذا حزب الله أنا عم بقلك كف الجوع والفساد ما في مقاومة. النشرة مستمرة وفيها بعض الفاصل. الرئيس البرازيلي يتهم ديكابريو بالمشاركة في تمويل حرائق الأمازون. We'll be right back.
من جديد أهلا بكم. أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية في إيران علي أكبر صالحي أن عدم التزام الأطراف الآخرين بالاتفاق النووي كان سببا في اتخاذنا خطوات لخفض التزاماتنا وسنستمر فيها. صالحي في مقابلة مع وكالة نادي المراسلين الشباب قال إنه لن يجري التوقف عن عملية التخصيب في محطة فوردو حتى تلتزم أوروبا بتعهداتها، مشيرا إلى أن الأوروبيين طلبوا من طهران التوقف عن استخدام موقع فوردو لكن إيران أصرت على استخدامه وعدم خسارته، مضيفا أن استمرار التهديدات الأمريكية والغربية للمحطة أدى إلى أخذ الحيطة وبنائها في قلب الجبل. أكد مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أن بلاده وجدت طرقا جديدة للتعاون الاقتصادي مشيرا إلى أنها عادت إلى وضع اقتصادي مستقر في العلاقات مع الصين. عراقشي ولدى وصوله إلى بكين قال إن إيران لديها أسس وعلاقات جيدة مع الدول الشريكة لها خصوصا الصين، لكنها بحاجة إلى إزالة الحواجز لرفع مستوى العلاقات الاقتصادية، لافتا إلى أن ظروف الاتفاق النووي بعد خطوات بلاده التصعيدية تحتاج إلى مشاورات أقرب وأكثر جدية مع أصدقاء إيران. شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم عدة غارات على شمال قطاع غزة وفق ما أفاد به مراسل الميادين. وأضاف مراسلنا أن الغارات استهدفت مرصدا للمقاومة شرقي مدينة غزة. وسائل إعلام إسرائيلية تحدثت عن سقوط صاروخ في منطقة مفتوحة في أشكول من دون وقوع إصابات، فيما دوت صفارات الإنذار في عسقلان. أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحي أن المقاومة الفلسطينية وفي مقدمتها حماس لا يمكن أن تجدد المراهنة على التزام إسرائيل، وأن الحديث عن هدنة طويلة غير واقعي ومحض تكهنات. وفي مقابلة للمسائية أشار الحي إلى أن قرار المقاومة هو أن تبقى مسيرات العودة حالة وطنية فلسطينية. إسرائيل دولة مارقة وكيان قاتل وكيان يتعامل مع المجتمع الدولي والأسرة الدولية على أنه فوق القانون، ولا يكبح جماح هذا العدو إلا المقاومة وإلا النار. وبالتالي نحن نراهن ليس على أخلاق العدو ولا التزام العدو، إنما نراهن على توازن الردع الذي أحدثته المقاومة. وبالتالي إذا لم يلتزم العدو فمقاومتنا جاهزة وكتائبنا وقسامنا وسرايانا وجبهاتنا جاهزة للرد على العدوان الصهيوني، فهذا حقنا الطبيعي، كما هو حقنا الطبيعي أن نقاوم الاحتلال حتى إنهاء وجوده عن أرضنا وعودة لاجئنا وقامة دولتنا الفلسطينية. لذلك المراهنة على يقظة المقاومة، المراهنة على توازن الردع الذي أحدثته المقاومة مع هذا الكيان المغتصب القاتل. وأشار الحي إلى أن قطاع غزة يعاني من أزمة صحية خانقة، لافتا إلى أن الحاجة الطبية إلى القطاع دفعت إلى قبول دخول مستشفى تابع لجمعية خيرية أمريكية وهو قيد الاختبار. هذه المستشفى تحت الاختبار حتى نطمئن الجميع. هذه المستشفى هي ضمن تفاهمات وإجراءات كسر الحصار، وهي نتاج من نتائج مسيرات العودة وكسر الحصار، وافقنا عليها نحن والفصائل الفلسطينية. ربما من لا يعني يثير الغبار بذلك من حقه أن يتخوف، لكن نحن نطمئن الجميع بقضيتين. القضية الأولى هذه لم تفرض علينا، نحن وافقنا عليها، هذه هي تحت الاختبار، فإما أن تقدم الخدمة المطلوبة التي تفي بأغراض الناس وحاجاتهم، أيضا أي إخلال أمني نحن نتابعه ونراقبه، فإما أن تكون هذه المستشفى رافعة إنسانية لشعبنا وإلا سيطلب مغادرتها فورا عندما نرى أي خطر على شعبنا الفلسطيني. رحب رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط بأي مفاوضات جادة تفضي إلى إعلان وقف الحرب ورفع الحصار عن اليمن. رحب بأية مفاوضات جادة تفضي إلى إعلان وقف الحرب والدمار ورفع الحصار واستعادة السلام الداخلي وإنهاء التواجد العسكري من الجنسيات الأخرى في مياهنا وأراضينا اليمنية، مع الترحيب بالمصالح المشروعة وتشييد وبناء العلاقات على أساس من مبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل والتعاون المشترك.
وأضاف المشاط أن المراجعة الشاملة لكل الأخطاء والالتزام باحترام اليمن هما من أول شروط الاستقرار في المنطقة، وأنه لا مجال للاستقرار ما لم يحتكم الجميع لشروطه وأسسه. أن ندرك بأن قدرنا في اليمن والمنطقة أننا أمة واحدة، وأنه لا مجال لأي استقرار ما لم يحتكم الجميع لأسس وشروط الاستقرار، وهي شروط وأسس معروفة، والمدخل إليها يبدأ بالمراجعة الشاملة لكل الأخطاء، ويرتكز على الالتزام الدقيق بالثوابت، وفي مقدمتها احترام سيادة واستقلال اليمن وأمنه واستقراره ووحدته وسلامة أراضيه. عرض الجيش اليمني مشاهد لطائرة الأباتشي السعودية التي أسقطها بصاروخ أرض جو في مجازة عسير، وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن العملية نفذت بتقنية جديدة سيكشف عنها لاحقا، مشيرا إلى أن المروحية أسقطت أثناء تنفيذها أعمالا عدائية، وقد قتل طاقمها المكون من سعوديين اثنين. أظهرت دراسة بريطانية أن ربع الشباب في العالم باتوا مدمنين استخدام الهواتف الخلوية، محذرة من أن شدة الإدمان قد تدفع بهم نحو الانتحار. زهراء الديراني. ليس إدمان المخدرات والكحول وحده ما يحتاج إلى العلاج، ولم يعد الإدمان عليهما يتصدر القائمة، فالهواتف الذكية باتت الأكثر إدماناً بين البشر. فإن كنت تمضي وقتا طويلا في استخدام هاتفك، أو يصعب عليك الانفصال عنه، أو تنظر إليه باستمرار من دون سبب معين، فاعلم أنك مدمن وتحتاج ربما إلى مساعدة معالج نفسي. ربع الشباب في العالم مدمنون على استخدام الهواتف الذكية وعاجزون عن الاستغناء عنها، وبعضهم بلغ مرحلة الهوس بها. هذا ما أظهرته دراسة أجرتها كينغز كوليدج في لندن، حيث حذرت من أن الإدمان جعل هؤلاء الشبان مضطربين وقلقين. أما الأصغر سنا فهم عاجزون عن التحكم في الوقت الذي يقضونه في استعمال الهاتف. الدراسة شملت 41 ألف شاب، وخلصت إلى أن 23% منهم يعانون من عوارض الإدمان، محذرة من أن الشبان الذين يقضون 5 ساعات أو أكثر يوميا في استعمال هواتفهم معرضون أكثر من غيرهم للإصابة بمشاكل نفسية قد تدفع بهم نحو الانتحار مثل الاكتئاب. دراسة أخرى أجرتها مؤسسة الأبحاث كاونتر بوينت أظهرت أن الانفاق العالمي السنوي على شراء الهواتف الذكية بلغ العام الماضي نحو 370 مليار دولار، وأضافت أن نحو 26% من المستخدمين يقضون أكثر من 7 ساعات يوميا في استخدام الهاتف، لافتة إلى أن المدمنين يتحققون من هواتفهم نحو 250 مرة يوميا، أي ما يعادل 2:09 من يومهم. اتهم الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو الممثل الأمريكي ليوناردو دي كابريو بالمشاركة في تمويل حرائق الأمازون. موقف بولسونارو أتى في سياق تعليقه على منشورات في وسائل التواصل الاجتماعي تتحدث عن دفع الصندوق العالمي للحياة البرية أموالا من أجل صور التقطها رجال إطفاء متطوعون يفترض أنها استخدمت لجمع التبرعات. وفيما نفى دي كابريو هذه الاتهامات، نفى أيضا الصندوق العالمي للحياة البرية تلقيه أي مساهمة من دي كابريو أو حصوله على صور رجال الإطفاء. قبل الختام هذا تذكير بالعناوين. جرحى بتجدد التظاهرات في ذي قار، ورئيس الحكومة العراقية والوزراء يكتبون نصوص استقالاتهم في جلسة طارئة للحكومة عقدت استثنائيا اليوم. الجيش السوري يحبط هجمات جديدة للمجموعات المسلحة على مواقع في ريف إدلب الجنوبي الشرقي. تعليق إضراب محطات الوقود في لبنان، ووزارة الطاقة ماضية في كسر احتكار استيراد المحروقات. القيادي في حماس خليل الحية للميادين: المقاومة جاهزة للرد على أي عدوان إسرائيلي، وحكومة الاحتلال غير جادة في التفاوض على تبادل الأسرى.
وكان في النشرة أيضا دراسة جديدة تظهر تعلق ربع الجيل الجديد بالهواتف الذكية وصولا إلى الإدمان. للمزيد من الأخبار والتقارير تفضلوا بزيارة موقعنا على الإنترنت الميادين.net باللغتين العربية والإسبانية. شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.